وهذا يدل أعني فرض الصلوات الخمس بهذه الكيفية يدل على أهميتها ومحبة الله لها وعناية الله بها. ولكن أيها الإخوة، الصلاة صلاة ظاهرية وصلاة حقيقية. أما الصلاة الظاهرية فهي هذا القيام والركوع والسجود والقعود، كل يفعله وكل يحسنه. الخوارج يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنهم إنهم يصلون صلاة تتقاصر صلاتكم عنها، يعني إنهم صلاتهم أحسن من صلاة الصحابة، لكن ظاهرية. يقرؤون القرآن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية. فإذا كان الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء الخوارج ومع ذلك لا يتجاوز القرآن حناجرهم، إذن هم يصلون صلاة إيش؟ ظاهرية فقط، ظاهرا، أما باطنا فلا. وما أكثر من يصلي اليوم صلاة ظاهرية لا حقيقية، يركع بظهره ولا يركع بقلبه. أين قلبه؟ في شغل، سارع يمينا وشمالا، يسجد لله، يضع أشرف أعضائه في الأرض، ومع ذلك لا يخر قلبه ساجد لله، ماشي سارع. ولهذا يجب أن نعتني في الخشوع في الصلاة، وذلك بحضور القلب، ونحاول ما استطعنا. الشيطان يأتي بقوة ليدخل في قلوبنا حتى يلهينا، لكن حاول، كلما أحسست فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل عن يسارك إذا لم تكن في الصف 3 مرات حتى يذهبه الله. إذن فهذه الصلاة يجب علينا أن نعتني بها اعتناء بالغا بقدر ما نستطيع. واعلم يا أخي أنك إذا أصلحت الصلاة أصلحت عملك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،